السلام عليكم. حنتكلم الآن على السمارت سيتي ديفلوبمنت فريم ورك. ايش الفريم ورك المطلوب او ايش الفريم ورك اللي احنا بنتكلم عليه في الديفلوبمنت للسمارت سيتي؟ الآن هذا بتكون من 5 جزئيات. الجزئية الأولى بنتكلم على سمارت جوفرمنت رود ماب. السمارت جوفرمنت رود ماب يعني the starting point is a forward looking diagnosis that not only include understanding the existing infrastructure but also setting a path towards a smart city model for the next 5 to 10 years. Because of this forward looking exercise, an action plan and investment road map are proposed tailored to the specific context of each. يعني هذا ايش بنقول؟ انت بدك تعرف بشكل واضح وتشخص الوضع اللي انت موجود فيه، وضع الانفراستراكشر، البنيه التحتيه الموجوده فيها، وايش الخط اللي حاخده او الطريقه اللي حاخدها لوصل لمدينه ذكيه سواء خلال 5 سنوات او 10 سنوات القادمه. يعني لازم انا اشخص انا وين حاليا عشان اقدر اروح للمنطقة اللي أنا بقول فيها لما بدي أسمي حالي سمارت سيتي خلال فترة معينة. طبعا هذا إيش بده؟ بده يكون عندك استراتيجية واضحة، بده يكون عندك خطة عمل اللي تاخذك من هذا النقطة للنقطة الثانية، بده يكون عندك خارطة الطريق للاستثمارات اللي أنت بدك إياها عشان تعمل زي هيك. طبعا كل مدينة حتختلف عن الثانية في هذا المجال. Identification of city priority، إيش أولويات تحديد أولويات المدينة. In parallel, interactive session with main stakeholders are organized. يعني أنت بدك تسوي بشكل متوازي جلسات تفاعلية مع أصحاب المصلحة، سواء المواطنين، سواء الشركات، سواء المؤسسات غير الحكومية، سواء الجامعات، المدارس، كل هدول بدك تسوي معهم لقاءات تفاعلية. Civil society organization, local universities, software developer communities, public official and sector specialists are gathered to discuss their main needs and priority, focusing on those that could be solved through technology. يعني عادة civil society organization دائما بتقول ايش انا اللي بدي اياه، ايش اللي بتطلع له، بتعطيني هذا اللوكال يونيفرستي. مهمة ليش؟ لان هي حتزودني بالخريجين اللي هم حيشيلوا على اكتافهم هذا الحمل. السوفت وير ديفلوبر كوميونتي هذول هم اللي بده يوفروا لي البرمجيات لهذا. الببليك اوفيشال هم الموظفين العموميين او المسؤولين العموميين زي رؤساء البلديات، زي رؤساء الاتحادات، زي ممثلين الحكومه، هذول اللي بده يعطون التراخيص. الان سيكتور سبيشالست هذول الناس المتخصصه اللي هي حتعطيني النو هاو المعرفه، فهذول مهمين في تحديد الاولويات. Practices from other countries and city are shared and problem statements are further defined. عادة الممارسات سواء من الدول الأخرى أو من المدن الأخرى لما يتم تبادلها أنا بستفيد منها، مش لازم أقع في الأخطاء اللي وقع فيها غيري، لازم أعمل أفضل ما يمكن أقدر أعمله بناء على تجارب التانيين. إيش اللي نجح معهم، إيش اللي كان إيجابي، إيش اللي كان في تفوق او في انجاز، هذا اللي بدي امشي على الخط تبعهم. Co-creating solution اللي هي عمليه يعني خلينا نقول خلق الحلول او ابتكار الحلول. ابتكار الحلول ما بتمش بشخص مفرد. Co-creating يعني التفاعل مع الاخرين في إيجاد الحلول. City have several alternatives. يعني عادة المدن عندها خيارات متعددة. They could for example develop specific application directly. يعني بيقدروا هم مباشرة من الموظفين اللي عندهم أو بالطاقم اللي عندهم هم اللي يطوروا خلينا نقول apps معينة بشكل مباشر. طيب إيش ممكن غيره؟ They could also participate in events such as hackathon and app challenges to crowdsource solution
Spurring Innovation and Entrepreneurship. يمكن الأسبوع اللي فات كان عندنا مسابقة لهاكاتون أفكار ريادية، ولحسن الحظ الموجود عندنا واحدة من طالبات القسم فازت في واحد من هذه الحقول، هي سنة حاليا سنة ثالثة وفازت في هذا الهاكاتون. الهاكاتون هي عبارة عن تجميع لأفكار إبداعية، إيش أنت عندك فكرة مبدعة، خلينا نشوف مين بيآمن فيك ومين بيصدق فيك. الآن الأفكار الإبداعية هاي بنسميها تجميعها crowd source solution، يعني أنا جبتها من الناس في هذا المجال. Partnership with academia and private sector may also result into multidisciplinary teams. عادة لازم الشراكات مع الجامعات ومع القطاع الخاص، هذه بتؤدي إلى إنشاء فرق متعدد التخصصات. The idea of those activity is to create prototypes and concepts that are then tested in the field, in this case in the city, and start a virtuous cycle of feedback. عادة هذه الأنشطة والأفكار للأنشطة هاد ايش اللي بده ينتج عنها؟ بروتوتايب، نموذج للفكره. الان هذه بتم فحصها في المدينه وبصير تغذيه راجعه حقيقيه بنحصل عليها. في من الشغلات اللي اشتغل عليها المدن العديده في العالم بسموه Urban Innovation Lab as a space that facilitate the ongoing interaction between all stakeholders mentioned above is needed. هذا المكان اللي بتم فيه تفاعل الشركاء المختلفين فيه، يعني بيجوا بقعدوا فيه، وهذا مختبر الإبداع. A space where new ideas and solutions can be tested in a fail-safe environment. يعني هذا مكان بتجرب فيه حتى لو حصل أي خلل، هذا الخلل مش كبير يعني بتم معالجته. This urban innovation lab should lead future iteration of a proposed process and support stakeholders in coming up with problems and solutions aimed at improving the quality of life in their cities. طبعا هذا المكان هو اللي يعني مش لازم اعيش المشكله عشان اقدمها حل، هذا لازم اتوقع ايش المشاكل، لازم قبل ما تحصل المشكله انا اتنبأ بيها واحط الحلول لها واجربها، هاي ببقى انا جاهز للمشاكل اللي ممكن تحصل. Network cities، هذا طبعا المدن بدها تتفاعل مع بعض وتكون لها زي جمعيات او اتحادات. هذه finally cities going through this process could create a network to share application and practices. طبعا هذه في خلالها في أوروبا مثلا، في واحدة في أمريكا، على مستوى العالم في أكثر من نتورك موجودة. هذول إيش بيسووا الآن؟ هذه السيتيز أنيولي، يعني كل سنة بيقعدوا مع بعض والكل بيعرض تجاربه وإيش النجاحات اللي حققها وإيش الإخفاقات وكيف هم تغلبوا عليها، فهذا الكل بتعلم من بعضه. This way they can maximize the value of solution they develop by sharing them with their peers as well as learn from other experiences and build on the top of them. Such network could also link to already existing network in Europe, for example, Europa, the European Network of Living Labs, هاي network, Open City Initiatives, and the US, المؤسسات الموجودة في US. Smart cities offer the promise of greener, prosperous, more livable community for all their citizens. يعني اللي بدك إياه، بدك مدينة فيها خضار كتير، فيها انتعاش اقتصادي والحياة لمواطنيها جميلة يعني أو ممتعة، هذا اللي بنطلع عليها. Robust proven technologies، يعني الحاجات اللي ممكن تستخدمها، ال5G، ال5 generation، industrial IoT and machine learning allow for the creation of intelligent and integrated city platforms that can provide a foundation for the true city innovation. وهذه من الشغلات اللي بنطلع عليها، ال5G هذه اللي بنتكلم احنا عندنا في غزة ال2.5 اللي قاعدين عليه، هذا العالم وصل لل 5G الآن بتكلم عنها. ال5G اللي هي بتعطيك
كنترول وبتعطيك بروتوكولز للكوميونيكيشن مش موجوده. وهذا من الشغلات اللي حتتعلمها ان شاء الله في الوايرلس كوميونيكيشن، المساقات المتطوره، الاندستريال اي او تي اللي هي كيف اوظف الاي او تي لا في عمليات الصناعه او في المسائل الحياتيه الموجوده عندي، اند ماشين ليرنينج اللي هي تعلم الآلة أو بنتكلم عليها أنا، بنتكلم على الداتا ساينس، بنتكلم على الديب ليرنينج، كل هذه تعابير بتتكلم عنها في الموضوعات المتطورة اللي إن شاء الله حنستعرضها هاي. وهذه الجزئية هاي بتتداخل معها الارتفيشال انتليجنس اللي هي الذكاء الاصطناعي الآن، اللي بتعطينا حلول ذكية لكل شيء بنسوي فيه. يعني من الشغلات اللي أقول لك إياها بتحصل معك وأنت بتلاحظ هاي، الآن أنت بتدخل على الإنترنت وبتتفرج سواء على اليوتيوب أو على خلينا نقول فيسبوك أو على أي موقع بتدخل عليه، تبحث عن حاجة بطلع لك الدعايات لكل إشي أنت دخلت عليه قبل، يعني زي اللي هم بيعرفوا صاروا إيش أنت إيش بتحب من وراء إيش تحليل البيانات اللي أنت تتفرج عليها. فهم بيصيروا إيش يعرضوا لك دعايات للشغلات اللي بتستهويك. فأنت بتشوف مثلا في اليوتيوب دخلت على أفلام معينة أو بحثت عن موضوعات معينة، بتلاقي وانت بتتفرج على حاجة تانية بطلع لك هذه الشغلات اللي انت دخلت عليها. هذه بفعل الارتفيشال انتليجنس اللي انت بتحسوش بس هم معمول في الخلفية الموجودة في هذا الجهاز. فالسمارت سيتيز بنتكلم على سمارت جوفرنرز، نتكلم على سمارت ايكونومي، نتكلم على سمارت بيبل، سمارت موبيليتي، سمارت ليفينج، سمارت انفايرمنت. من الشغلات اللي نطلع عليها زي جرين بيلدينج في السمارت انفايرمنت، جرين انرجي، جرين اربن بلانينج في السمارت ليفينج، سيف تبقى، كالتشرال فايبرنت اند هابي يعني هذا متنوع الثقافات، هيلثي في أنشطة. سمارت موبيليتي بنتكلم على الميكست مودال اكسس يعني كيف أنا بدي أتحرك، انتجريتد اي سي تي كيف بدي أوظف التكنولوجيا، بايوريتايز كلين اند نون موتورايزد اوبشن يعني أنا كيف بدي أقلل حركة السيارات في هذه المدن وأوصل الناس بشكل آمن. سمارت بيبل 21st education essential education كيف أنا في التعليم الآن اللي احنا بنقوم فيه هذا، inclusive society كل المجتمع ما بخليش حدا برا، embrace creativity تحتضن الإبداع اللي عندي، وهكذا في هدول اللي بنتكلم عليهم في الgovernment والeconomy. الآن بنقول احنا with smart city design you can enable the human possibility of smart cities by interconnecting smart systems, process, activities and citizens. Ease the flow of cars and people with smart mobility services. يعني هذا إيش؟ الحركة للناس والسيارات بدها تحسها فيها سلاسة. الآن هذا simply bus connection. هذا حنتكلم عليها ويمكن الفيديوهات اللي بتشوفوها حتشوفوا كيف خطوط الباصات كيف تنقل إنه الباصات بتستخدم برضو من الانرجي بنتكلم عليها بتستخدم green energy بتشتغل على الكهرباء أو الغاز use energy resources more efficiency in home and businesses as well as for public lighting يعني انت بدك تجيب حاجات تسهلكش كهرباء enhance public safeties لما تطلع برا في كاميرات مراقبة وكاميرات المراقبة مشبوكة مع عبر شبكات مع محطات البوليس قبل ما تحصل المشكلة بتلاقي البوليس موجود وبخليش المشكلة تحصل مش بعد ما تحصل. Improve healthcare in your city with remote monitoring application while keeping costs under control يعني البدية خلينا نقول لو المرضى اللي عنده مشبوكين على أجهزة من حد ما تحصل أي شيء هذا بتلاقيه على طول أعطى إنذار للإسعاف، الإسعاف بيبقى عنده في أقل من 5 دقائق في هذا المجال أو في أقصر وقت ممكن. هذا من التفاعل اللي فيه وهذا حنتكلم عنه بالتفاصيل شوية لاحقا. Enhance the fun and safety of large event and improve the tourist experience يعني لو واحد سائح راح لمنطقة بدي يحس بمتعة مش يحس إنه هو في وضع دائما خايف او قلقان. نفس الشيء لو رحت على حفله كبيره او مهرجان بدك تحس بالامن والمتعه في هذا المجال. وهيك بنقول يعطيكم العافيه للاسبوع الاول
وإن شاء الله بنكمل معكم في الديجيتال إيكونومي للأسبوع الجاي، بس الجزء الثاني في هذا الأسبوع هعطيكم كيف تعملوا انستليشن للآر بروجرام على الأجهزة تبعتكم. وهيك بنقولكم يعطيكم العافية اليوم ويعطيكم العافية هذا الأسبوع.